الشوط الأول. وقع المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المقبلة سيد محمد أبو بكر زوال اليوم اتفاقا مع ثلاثة أحزاب سياسية معارضة داعمة لترشحه، هي تجمع الوطني للإصلاح وتنمية تواصل والاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم وحزب المستقبل. وأكدت الأطراف في مؤتمر صحفي أن هذا التوقيع يترجم رغبتها المشتركة في التغيير المدني السلمي والديمقراطي الذي تحتاجه موريتانيا أكثر من أي وقت مضى، كما يترجم طموحهم المشترك في النهوض بالبلاد حسب تعبيره. إن اتفاقيتنا هذه تبرهن على أننا نضع وحدة الشعب الموريتاني وحوزته الترابية ونظامه الجمهورية التعددية الديمقراطي وهويته الإسلامية الجامعة فوق كل اعتبار، كما تبرهن على أننا نضع رؤيتنا المشتركة لبناء موريتانيا راقية وحديثة ومزدهرة تنعم بالإخاء ويسودها الوئام وتطبعها العدالة في مقدمة أولوياتنا السياسية.